السلام عليكم ورمضان كريم. الناموس الناموس زعما سيطر على خنيفرة بزاف وتكرفس على الناس بزاف، وما تقدروش نتمشاو اليز في الشارع، دائما مزيرين، دائما خصنا نبقاو مغطيين وجهنا ومغطيين عينينا وداكشي. وتنتمناو ان يتلقى شي حل جذري لهاد الظاهره هذه اللي كاينه غير في خنيفرة، اللي تنشوفها غير في خنيفرة نورمالمون، اللي خصها تكون نقيه ومدينه صغيره اللي غيتحكم فيها الانسان في كل شيء. تنتمناو انه يكون شي حل جذري باش نقدروا نتمشاو حتى حنا وحنا اليز في الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. الإخوان راه حنا متضررين بزاف من هاد الآفة ديال الناموس هنا في خنيفرة، ومسؤولين راه ما قايمين حتى شي حاجة، وراه تنبقاو حنا غاديين في الزناقي تنبقاو نسيرو بحال الهبال. اللهم إن هذا منكر، واش هاد السي عنده شي اش عنده شي دواء ولا ما فهمناش شنو واقع النت. كنعانوا حقيقه من هذا الناموس بزاف، وراه تينقل فيروسات بالاخص الامراض العيون. ودابا حنا حتى الدراري صغار راه مشكل، هذا ما تلقاو معاهم مشكل. والله يجازيكم بخير، شوفوا لنا شي حل لهذا الشيء. وراه هذا الشيء دابا تتمارس كل عام كل عام، ما لا يعقل. كل ما قرب الصيف كل ما قرب الصيف تنوقعوا تنعانوا من هذا المشكل. هذا تيجيو عندي صحابي من لي ريزون هكا، تقولوا لي واش انتم مالكم فين عايشين، واش هذا الشيء ما لقيتوا ليه حل؟ راه الحمد لله راه كاينه السلطه في البلاد وكاين كل شيء كاين، راه خصنا ندعوا له شي حل. والله يجازيكم بخير. معكم نجيب في هذه القناة ديال العابر، تنشكروها لأن ديما تقدم واحد الالتفاتة لهاد المدينة، هاد المدينة المهمشة اللي ما كاينش كاع اللي كيسول فيها ولا كيعطيها شي اعتبار. الخوت حنا خارجين تلاقينا مع هذه القناة ديال العابر، سولونا على الدائرة ديال الناموس اللي كاينة في هذه المدينة. الدائرة ديال الناموس راه قتلت هذا الشعب هذا، بنادم راه تيعاني من الحساسية. المسؤولين خصهم يجي يخرجوا لنا شي لجنه اللي يدرسوا هاد الدائره هادي، خص ضروري هاد الناموس يتحيد من هاد المدينه هادي، لان راه بزاف راه بنادم ما بقاش يقدر يخرج كاع بالنهار. راه الناموس دابا راه رمضان، دابا دخلت لك ناموسه ردات لك راه ضاع لك النهار، فهمتي. المهم تنطلبوا من المسؤولين يخرجوا لنا شي لجنه يدرسوا هاد الدائره هادي، لان راه كاين لجان على هاد الشيء. واش السبب ديال اضطراب كرادا اللي تيعطي واحد الريحه خانزه، واش السبب ديال الواد، واش المهم يدرسوا هاد الشيء. راه كاينين مبيدات اللي يمكن يحيدوا هاد الشيء ونقيوا الجو. وهاد المدينه راه مدينه سياحيه، راه بنادم اللي بغى يجي راه الناموس راه يعيق الناس السياح، وضروري راه خصي يكون هادشي شويه نقي في هاد المدينه. وشكرا. تنتمناو مساكينه ديال خنيفرة ان شاء الله المهم يشوفوا لنا هاد المشكل ديال هاد الناموس هذا، بقاش الانسان دابا تيخرج في الطريق. المهم هو راه يقدر يكون كاع بحال هكتي، المهم يكون فيه شي فيروس ولا هكا. المهم نتمناو من الساكنه ديال خنيفرة والجامعه المحليه وهذا المهم باش هاد المشكل ديال هاد الناموس هذا، المهم يشوفوا يديروا لنا شي دواء ولا شي برودوي، باش راه مرتنا نيت والله الا مرتنا بزاف. تمشيو غير في الطريق بحال هكا تيدخل لك في العين، يدخل لك في الفم. والعام اللي فات راه كانت هاد المبادره ديال هذا، المهم داروا الدول الشجر وكان الدوانيت ديال كورونا، المهم راه ما كانش بزاف. المهم هذا هو الميساج ديالي، نتمناو من الجامعات المحليه والسلطات المهم باش يديروا لنا شي دواء لهذا المشكل ديال هذا الناموس. السلام عليكم ورحمه الله. كنتمناو بعدا من هاد المسؤولين ديال خنيفرة يشوفوا شي حل لهذا الشيء. هاد الناموس هذا راه خرج علينا بزاف، تيخلينا نجلسوا لا فرحتنا لا والو. الا كان تيوكل هاد الناموس هذا تيفطر، انا بعدا راه اليوم كليت شي 20. المهم
نتمنوا المسؤولين ديال خنيفرة ان شاء الله المجلس البلدي شوفوا الا كان شي دواء ولا شي حاجه ديال هذا الناموس هذا يديروا حيدوا هذا الشيء راه تيكرر. انا كاع نجلسوا له في الجرده لا في الشارع لا وشكرا. تقول لنا علاش؟ راه الناموس كثير ماشي غير شويه بزاف الناموس كاين ناموس على الجد تيضركو ما فين كتمشي دابا راه كيجيك على العينين دائما اها ايوا صافي هادشي اللي ودابا هادشي كل عام كل عام كل عام كل عام كاين ناموس من ضروري كنتمنى من المسؤولين يديروا شي دواء على هاد الناموس يصوتوا على هاد الناموس المسيء اللي كيسيروا اللي كي تنتمنى تنظن فيهم يصوتوا هاد الناموس. غير نقول لكم على حساب الناموس في هاد المدينة هادي ونساونا الناموس تبقى غادي واحد غادي بموطور واحد غادي ببيكالا تيدخل لك في العينين تيبغي يجي غير بنادم من تيجي بنادم سياحي تيبغي غير يدور شويه هنا يدير تيمرضو الناموس العجاج ما عرفاش مازال ما وصلتناش كاع الحضارة لهاد المدينة هادي.